السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بالجزء الثالث من بناء التيبلز. طبعا الجزء الأول احنا بنينا الارتست والميوزيشن والسينجر، والجزء الثاني بنينا السينجر البوم والميوزيشن البوم، والجزء الثالث إن شاء الله راح نبدأ ببناء السونج والميوزيك. أوكي، طبعا نفس الستاندرد راح أعمل كلاس ثالث، تمام، يكون معظم هاي البروبرتيز موجودة فيه، وعملية الانهيرتنس راح تكون من الميوزيك والسونج مع كلاس ثالث يسمى الارتست ميوزك. اوكي، عفوا الابستراكت ميوزك. عموما راح نفتح على الاي دي، نفتح على الكلاسز، وراح نعمل نيو كلاس اسميه ابستراكت. اوكي، ابستراكت ميوزك دوت تي اس. جميل جدا، ونفس الابروتش. طبعا بهمني كثير استخدم المصطلحات الاوبجكت اورينتد، لانه على اساس انه احنا بنمشي على تايب سكريبت هي كلها عباره عن اوبجكت اورينتد لانجويج. فراح اعمل هنا export abstract class اسميه abstract music، وهذا extends لل base entity. اوكي، وال base entity نعملها import. جميل جدا. طبعا اول اشي راح نعمل primary generated column كالعادة يعني، وهذا عبارة عن id وعبارة عن number. جميل جدا. وهنا ايضا راح اعمل كولوم، وهذا الكولوم عباره عن النيم لهذا السونج، عباره عن سترينج. طبعا راح نعمل كوبي بيست لاكثر من، طبعا في عندنا داخل الدياجرام في عندنا النيم ديسكريبشن ارتست، نيم ديسكريبشن ارتست. في عنا ايضا كمان ال يعني اسم الارتست، يعني في عنا التايب سونج تايب. طبعا هون التايب ومن نوع اينم، تمام، لكن هسه راح نبنيه. عموما في عنا ايضا اللانجوج. طبعا التايب مش راح اضعه هنا، التايب ما راح اضعه هنا بس من باب التذكير، لان راح اضعه راح يكون بكاستم انتيتيز. يعني مثلا هون بالسونج راح يكون له كاستم، وبالنسبه للميوزك التايب مختلف تماما. تمام، طيب في عنا ايضا اللانجوج، وفي عنا الريت ايضا. الريت عبارة عن نمبر. جميل جدا. وفي عنا ايضا السورس والببلشت ان والتمب ايمج. بامكانكم تضيفوا انتم من اي بروبرتيز يعني تشوفوها مناسبة. طبعا هون طبعا السورس اللي هو السورس لهذه الاغنية او الموسيقى، وعندنا ايضا بالنسبه للسورس في عندنا ببلشت ان، يعني متى ببلشت ان، هاي عباره عن ديت. اوكي، وفي عندنا ايضا التمب ايمج. طبعا ممكن اعطيها ايمج يعني لهي الاغنيه، ممكن اضعها يعني هي عباره عن سترينج. جميل جدا. حاليا انا عندي هنا عندي السونج، راح اعمل كرييشن لنيو انتيتي هنا اسمها سونج دوت انتيتي دوت تي اس، وهاي الانتيتي راح اعمل اكسبورت كلاس سونج انتيتي السونج، وهاي عباره عن انتيتي. اوكي، هاي الانتيتي راح اسميها سونجز. جميل جدا. وهاي راح تعمل اكستنس لل اكستنس للابستراكت ميوزك. جميل جدا. هون راح اضع التايب، هذول هسه راح ابنيهم اللي هم التايب، تمام، واللانجوج. اوكي، التايب عباره عن الارتست تايب، عفوا السونج تايب. طبعا السونج تايب لسه ما عملت له كرييشن، راح اروح عند الانمز. اوكي، وراح اعمل نيو فايل راح اسميه سونج تايب دوت تي اس. اوكي، سونج تايب دوت انم دوت تي اس. فهنا اكسبورت انم سونج تايب. طبعا انا مجهز ملف، تمام، حط فيه انواع التايب. لاحظوا في هذا التايب الخاص بالسونج الكلاسيكال، يعني اخذته من موقع صراحه، اللي هم عباره عن كلاسيكال بوب روك ميتال كانتري. فهنا راح اعمل اوكي، هاي نعملها امبورت. جميل جدا. في عندي هنا اللانجوج، شو اللانجوج لهاي؟
هاي عبارة عن song language. فأنا هون ممكن أنا أروح عند ال enums وأحط song language dot enum dot ts. نحاول ننوع بأنواع ال classes وال enums. هون export enum أسميه song language. جميل جدا. طبعا هذا song language أيضا أنا مجهز له values اللي هم English, Arabic, French, Turkish, Spanish, Italic, Latina, يعني لاتيني. هنا عبارة عن song language. جميل جدا. أنا حاليا بإمكاني أروح عند الميوزك أيضا وأعمل new entity طبعا لا أنا أعمل new entity هنا file music dot entity entity dot ts. جميل جدا. طبعا the same thing نفس الموجود هون موجود هون. طبعا هاي عبارة عن music وهاي عبارة من ناشط language type وهنا عبارة عن ماذا أقول سمي كولوم هون. جميل. في عنا بالميوزك entity في عنا type عبارة عن music type. الموسيقى لها أنواع يعني ممكن البيانو ممكن جيتار ممكن تشيلو ممكن ألوان جدا. تمام. فراح أعمل عنوانها music صار عبارة عن music. تمام. والميوزك type فبروح عند ال enums بعمل new enum أسميها music music type dot enum dot ts. هنا export enum music type وبروح عند الفايل. جميل. في عندي انواع لل values للميوزك انواع موسيقية البيانو كي بورد في عند ريكوردر الدرام طبلات يعني في عند الفلوت في عند تشيلو فهي عبارة عن music type. جميل جدا. انا حاليا بنيت معظم الفانكشناليتي. في عندنا ايضا بالنسبه لل song type طبعا ممكن هنا احط يونيك طبعا يونيك ممكن احط له fields بدي مثلا زي النيم بدي زي السورس ما يكونش مت يعني شو في عندنا ايضا كمان properties ممكن نخليها يونيك entities abstract rate source published in temp image يعني description لا مش مهم. عموما هذا الاشي اللي انا محتاجه بالنسبه للسونجز. حاليا بدي اعمل كلوز لهم كاملين. بدي اعمل هسه حاليا ريليشن نفس الفكره 1 تو ماني بين الالبوم وبين السونج وبين الميوزيشن بين السينجر البوم بين الميوزيشن البوم وبين السونج والميوزك. فبروح عند حاليا عند الميوزيشن البوم اوكي ميوزيشن البوم انتيتي وفي عندي سينجر البوم انتيتي وفي عندي سونج اوكي في عندي song entity في عندي الميوزيك entity. حاليا بين الميوزيشن البوم entity راح اعمل علاقه اللي هي عباره عن one to many. اوكي التايب الخاص فيها عباره عن التايب بينها التايب عباره عن ميوزيك اوكي و الميوزيك ممكن احكي له هنا ميوزيك هاي نعمل له الانفيرس تايب الانفيرس سايد music dot music musician album. تمام. هو نعطيها طبعا ال eager عبارة عن false فهنا راح أعطيها مثلا musician album هاي طبعا music dot musicians. تمام. music طبعا مع النسبة للmusician album musician album طبعا زي هيك فميوزيك هون راح اسميها musics فهي type of music array. جميل جدا. فيعني هون بضمن اني انا عملت انه one to many بين الالبوم الخاص بالموسيقى ومع الموسيقى بشكل عام one to many. تمام. طيب بروح انت حاليا عند الـ بالنسبة للmusics فباجي بعمل التالي many to one اوكي فالماني تو ون هاي حاليا انه ممكن اجي اعمل انه التالي انه التايب الخاص فيها عبارة عن ميوزيشن التايب الخاص فيها عبارة عن ميوزيشن البوم طبعا هنا انا ميوزيك ميوزيك جميل هنا ميوزيشن البوم تمام هنا ميوزيشن البوم دوت ميوزيكس
عفوا هيك هذا عبارة عشان عن كول باك فانكشن. التايب ميوزيشن البوم، نيجي نعمل فاصلة. ميوزيشن البوم عبارة عن ايش؟ ميوزيشن البوم دوت دوت ميوزكس. جميل. فبالنسبة لهذا المانيت وان راح اقطع هنا هون طبعا كمان نيجي نحكي انه ايجر عبارة عن فولس. جميل. بالنسبة للميوزيشن البوم هذا عبارة عن ميوزيشن البوم. جميل جدا. هذا اللي انا محتاجه حاليا بالنسبة هون الايجر طبعا ترو باي ماني تو ماني عبارة عن ترو. جميل. فهون ميوزيك ميوزيك دوت ميوزيشن البوم، وهنا بالنسبة للميوزيك بالنسبة للميوزيكس ميوزيشن البوم دوت ميوزيكس، فيعني كل واحدة عكس الثانية. تمام، زي كأنه إشي ومقابله إشي ومقابله. تمام، جميل جدا. فهنا نفس الموضوع أنا بعكسه بالنسبة الوان تو ماني، أنا محتاج الوان تو ماني ديكوريتر الخاص بال السينجر البوم هنا. تمام، فباجي بعمل هون مثلا على سبيل المثال إنه زي الوان تو ماني. تمام، بعمل له امبورت. طبعا هون التايب التايب الخاص فيه عبارة عن السونج. تمام، هون السونج عبارة عن السونج دوت سينجر البوم. تمام، عفوا السونج طبعا دوت سينجر البوم، وبعمل الايجر اوبشن عبارة عن ترو، وهي عبارة عن السونجز عبارة عن السونج. جميل جدا. الري فيعني هون كل البوم غنائي فيه مجموعة من الأغاني يعني داخله، فهذا اللي أنا بدي إياه حاليا. والسونج انتيتي ذا سيم ثينج، وراح أعمل السونج عبارة عن راح أجي أدخلها مثلا وأجي أعمل مثلا إنه يكون في عندي طبعا هذا هاي عبارة عن كولوم. تمام، هاي عبارة عن كولوم أساس إنه ما نخربطش، هذا عبارة عن كولوم. جميل جدا. وهذا عبارة عن تايب ميوزك، والسونج انتيتي ذا سيم ثينج هنا عبارة عن كولوم. جميل جدا. وهاي ايضا عبارة عن كولوم. وطبعا يعني في بالميوزيشن البوم انتيتي او بال اعتقد بالبروفايل ممكن او بالارتست، اعتقد بالارتست انتيتي احنا عملنا اساسا نحدد شو نوع الاينم. تمام، فبفتح عند الارتست اوكي عند السينجر ارتست في عنا عفوا الابستراكت هنا الابستراكت ارتست في عنا انه التايب الخاص بالانتيتي. تمام، فبامكاني ايضا اعمل هنا يعني انه زي موضوع هنا سينجر البوم هنا one to many السونج مع السينجر البوم السونج انتيتي. صحيح، طبعا هون السونج انتيتي راح نعمل هنا many to one many to one، وهذا الماني تو 1 راح يكون كالتالي. التايب الخاص فيه التايب الخاص فيه عبارة عن سينجر البوم. تمام، هون عبارة عن سينجر البوم كول باك فانكشن، هذا عبارة عن سينجر البوم دوت ميوزكس. تمام، هنا السينجر البوم دوت ميوزكس دوت سونجز عفوا، والايجر بهاي العلاقة راح يكون عبارة عن فولس، والماني توان عبارة عن سينجر البوم اوف تايب سينجر البوم. جميل جدا. طبعا في موضوع اخر بالنسبة لاي شيء اينم راح لازم اضع فيه البروبرتيز التاليه. طبعا هنا التايب هذا خاص بال مش الارتست تايب لكن السونج تايب. تمام، الاري فولس طبعا هون ذا سيم ثينج وضع داخله عباره عن السونج لانجويج، وداخل الميوزك انتيتي ذا سيم ثينج هون طبعا اساس انه نحدد انه هاي اينم، هون مش محتاج الميوزك تايب لكن محتاج الميوزك تايب. اعتقد هيك الامور تمام. حاولوا راجعوا عليها قدر الامكان كيف ال1 تو ماني بتصير. ال1 تو ماني اللي بحاول اربط العلاقات، يعني مثلا هون ربطت انا السونجز تمام مع السينجر البوم انه حددت شو هي نوع العلاقه. تمام، فحددت هون السينجر البوم،
ونفس الشيء سنجر البوم، انت تحديت هون مثلا السنجر البوم خاص بالسونج وربطتهم ربط، يعني هاي الخطوه هاي بس تحديد لنوع العلاقه، شو العلاقه بيناتهم. والله السونج، طب انت مثلا حددت، انا على سبيل المثال من باب العاميه تمام، عملت يعني على سبيل المثال علاقه تمام، حكى لي طب انت اعطيني شرط يحدد لي انه والله في بيناتهم علاقه تمام. انا حكيت لك والله السونج له سنجر البوم تمام، بالنسبه للسنجر البوم انتيتي، وبالنسبه للسونج والله السنجر البوم له عده سونجز، فانا هون عملت زي الشبك بالايد ربطت بيناتهم تمام. فهاي هي كل الخطوه اللي بتصير هون. جميل جدا بالنسبه لهاي الخطوات. فحاليا الامور جدا يعني ماشيه بشكل صحيح، لكن ضايل الخطوه الاخيره الا وهي انه بالسونج انتيتي بالسونج موديول عفوا نعمل نعمل امبورت للتايب او ار ام موديول، عفوا امبورت هنا هاي بالامبورت اري، نعمل تايب او ار ام موديول دوت فور فيتشر واعطيه السونج انتيتي تمام. جميل جدا. بالنسبه للميوزك ذا سيم ثينج، طبعا في عندنا بالميوزك بالموديول الامبورتس دوت فور فيتشر بالنسبه للميوزك انتيتي، وحاليا الامور تمشي بال يعني بالطريق الصحيح. كل انا ربطت حاليا الميوزيشن، ربطت عملت العلاقه بين الميوزك مع الميوزيشن البوم والسينجر البوم مع السونج، وهي عباره عن زي ما حكينا 1 تو ماني تمام. هاي عباره عن 1 تو ماني، جاي من هون وجاي من هون في علاقتهم 1 تو ماني بيناتهم. فالامور اعتقد تمشي بشكل صحيح. وحاليا انه انا راح اجي اعمل اكبس رن تمام. وطبعا زي ما انتم ملاحظين حاليا عمل انيشاليزيشن لكافه الموديولز وعمل علاقه بينهم على اساس نتاكد انه العلاقه كامله تمام. بروح بعمل ريفريش للتيبلز، راح اشوف انه في عندي 8 تيبلز ثمان، وفي عندي هم السونجز تمام، وفي عندي الميوزكس السونج حاليا ربط لي اياه كامل تمام، وسوى البروبرتيز الاي دي والنيم والديسكربشن والارتست والريت والسورس والببلشت ان والتمب ايمج والتايب واللانجوج والسنجر البوم اي دي ولو هو الفورين كي اللي اجاني، وفي عندي ايضا للميوزكس. وطبعا الميوزك زي ما انتم ملاحظين ذا سيم ثينج، نفس البروبرتيز هم لكن اللي تغير انه التايب الخاص فيها ميوزيشن، هون مثلا ميوزك تايب اينم وهون ميوزيشن البوم اي دي. لكن بالنسبه للسونج تمام، بالنسبه للسونج هاي طبعا سينجر، هاي ميوزيشن، وهاي راح اروح على اليمين شوي، وانا في عندي سونج، في عندي اشي خاص بالنسبه للتايب اوكي، في عندي سونج تايب اينم سونج لانجويج اينم وعباره عن سينجر البوم اي دي. فهون الفرق اللي بين اني انا مثلا احدد انهيرتنس من كلاس ثاني واني احط كاستم بروبرتيز داخل نفس الكلاس. فهي هي كل الفكره، وان شاء الله بالفيديوهات القادمه راح نعمل الفيفورت ليست والبلاي ليست تمام، ونربطهم رابط كامل باليوزر والبروفايل. وفعليا احنا بكون علينا بس فقط امور خاصه هاي خاصه مثلا بالنوتيفيكيشن فانكشناليتي، وهاي البروبرتيز عفوا التيبلز الروم واليوزر جويند روم والمسجز خاصات بالشات سوكت اي او الخاص بالشاتنج فانكشناليتي. فبعدين لكن انا حسب مخططي بهاي الدوره حاب اني اخليهم اخر شيء موضوع المسجز والروم والشات والنوتيفيكيشنز. انا حاب حاليا اشتغل باهم الامور الخاصه بالسيستم، وبعد ما نخلص كل الانتيتيز رح نبدا ببناء الاوثنتيكيشن سيستم تمام داخل هذا السيستم، على اساس تعرف كيف تعمل اوثنتيكيشن داخل نس جي اس. راح اعطيكم الطريقه الافضل والاكبر، الاكبر كيف يعني الاكبر؟ نستخدم يعني جاردز وانترسبترز، و راح نستخدم اكثر من ديكوريتر، ونحدد الرول بيس اوثرايزيشن بشكل كبير تمام. فالامور ان شاء الله ماشيه بالطريق الصحيح، ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله.